أهم أهداف الاحتلال الصهيوني هو طمس الثقافة العربية الفلسطينية، فهو قد حصن نفسه محليا ودوليا ضد أدب المقاومة، ولكنه لن يستطع ولا بأي شكل من الأشكال أن يحصن نفسه ضد الأدب والفن الفلسطيني بمفهومه الإنساني والذي يتوجه به الشعب الفلسطيني إلى كل دول العالم بمختلف الثقافات والتوجهات. ومن ناحية أخرى، رغم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه المأساة ساهمت بتشكيله بصورة عميقة وبصورة تمتد عبر عصور متعددة. لقد صبغت الإنسان الفلسطيني بصبغة الجدية والهدف والإصرار، ويبدو أن الفن أيضا قد تأثر بهذه الصفات، فهو فن جاد له هدف وبه إرادة وتصميم على الحرية. لقد رسم الفن الفلسطيني طيور الحرية وسماء الأمل عبر اللوحات قبل أن يراها على الأرض الواقع، واليوم يرسم الفلسطيني النصر بالدم وبأبهى لوحات العزة والكرامة. ضيفنا الآن مشاهدينا فنان تشكيلي كان للقضية الفلسطينية وجود كبير بفنه وبلوحاته. خلوني رحب بالفنان التشكيلي الفلسطيني، عضو الهيئة الإدارية في الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع سوريا، ومسؤول الثقافة والإعلام، ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في مخيم دنون، الأستاذ علي جروان. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذ علي، وأهلا وسهلا بحضرتك، وتحية لكل الفلسطينيين الموجودين ضمن المخيم. اليوم عم نحكي من سنة 87، اليوم تاريخ لحضرتك بالفن الرسم، ومن بداية المشوار الفني وأول معرض لحضرتك رحت لتجسيد القضية الفلسطينية. خلينا نحكي اليوم كيف عملت إسقاط لهي القضية بالريشة والقلم. بالبداية شكرا لكم، شكرا لكم اليوم في برنامجكم صباحنا غير، ونترحم طبعا على شهدائنا، شهداء الكلية الحربية من مدنيين وعسكريين، ونترحم على كل شهدائنا في فلسطين، والنصر أكيد إن شاء الله للمقاومة والمقاومين. طبعا هلا بالنسبة لتجسيد فلسطين في أعمالنا، طبعا بدنا نحكي بهذا الموضوع في ثلاث نقاط، خلينا نحكيهم باختصار شديد جدا حتى ما يداركنا الوقت. هلا دائما احنا كفنانين تشكيليين فلسطينيين، خلينا نحكي بهيك، في عندنا اول شغله هي الذاكره الشفهيه. اعتمدنا على الذاكره الشفهيه، واعتمدنا على الاشياء اليوميه اللي عم تواجهنا، واعتمدنا حتى على اكثر من شغله. اول شغله بالنسبه للذاكره الشفهيه، اعتمدنا على اهالينا، اعتمدت على امي، اعتمدت على ابوي، على جدي، لما حكينا عن فلسطين قبل 48 كيف كانوا عايشين، كيف كانوا حتى الأوضاع اليومية اللي كانوا يعيشوها، الزراعة، كل شيء له علاقة بالحياة اليومية. انتقلنا بعدها لمرحلة ثانية، خلينا نكون النكبة بال 48، طبعا كمان كان في منحة آخر بالقضية الفلسطينية أو حتى باللوحة التشكيلية الفلسطينية، تغير الموضوع، نحكى عن النكبة، نحكى عن كثير شغلات وقديش عانوا لما تهجروا قصرا من فلسطين. المرحلة الثالثة وهي الأهم كانت بالنسبة للتشكيل الفلسطيني، هي انطلاقة الثورة الفلسطينية بال 65. هون اختلف كل منحى اللوحة الفنية التشكيلية الفلسطينية. الفنان التشكيلي هون بلش يشتغل الفدائي، الكوفية، البندقية، إشارة النصر، حتى كان يواكب العمليات الفدائية اللي كانت تكون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هين بلشت طبعا أنا بالنسبة لي اعتمدت على كل هاي الأشياء وعلى هاي الذاكرة وعلى هذه الأشياء اليومية، حتى اللي كنا نشوفها من خلال الإعلام، من خلال حتى الملصقات اللي كانت كنا نشوفها في المخيم. اعتمدنا على هذا الموضوع، وأكيد كان في عندنا مخزون كبير لحتى نسقطه على أعمالنا الفنية التشكيلية. تمام أستاذ علي، اليوم للفن التشكيلي في دور كتير كبير لدعم القضية الفلسطينية، وبالتالي نحن من خلال الفن قادرين أنه ندعم كتير قضايا، إن كانت قضايا اجتماعية، إن كانت ثقافية، إن كانت سياسية. اليوم خلينا نحكي وين القضية الفلسطينية بوجدان الفن التشكيلي.
هلا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه وجدان قديش هي موجوده باللوحه الفنيه التشكيليه الفلسطينيه. هلا في كثير فنانين تشكيليين ان كان فنان سوري او حتى فلسطيني اشتغل القضيه الفلسطينيه اللوحه التشكيليه، حتى في فنانين كثار عرب اشتغلوا عن القضيه الفلسطينيه واشتغلوا حتى على التراث واشتغلوا على المقاومه. طبعا موجوده، واحنا يعني كفنانين تشكيليين انا باعتقادي اصحاب رساله طبعا، واصحاب لما تكوني انت صاحبه قضيه اكيد في عندك رساله في لوحتك المفترض تقدميها للعالم اجمع، مش بس للوطن العربي، حتى لغير دول عربيه، ممكن الدول الاوروبيه توصل، ووصلت بالنتيجه يعني. طيب اليوم حضرتك موجود ضمن المخيم، الفتره اللي مضت من حياتك فلسطين جرت فيها أحداث كتير مهمة وشعرنا بحزن كتير كبير ببعض التفاصيل، هذا الشيء كان له تأثير على نفسيتك وعلى الريشة اللي بإيدك، اليوم كيف أثر سنوات المخيم على حضرتك بشكل مباشر وبموضوع الفن تحديدا؟ إيه طبعا، هلأ بالنسبة للمخيم له تأثير كبير علينا كفلسطينيين أو كفنان تشكيلي. اليوم تشعروا بالغربة أستاذ؟ هلأ شوفي احنا إذا بدنا نحكي عن الغربة اكيد الحنين للوطن، حنين انك تشوفي وطنك هو يعني شغله يمكن هي بالفطره بتجي انه في انه وطن محتل حتى لو ما شفناه، بس حكوا عنه اجدادنا، حكت عنه امي، حكى عنه ابوي، فهذا الحنين اجباري بده يكون. هلا بالنسبه للمخيم احنا عشنا كثير حالات موجودة في المخيم إلى علاقة بالمقاومة الفلسطينية، حتى كنا نطلع لما كان يجي شهيد من فلسطين، كان شهيد كيف كنا نزفه، كيف لما كنا نطلع الصبح من نطلع على المدرسة كنا نشوف الملصقات موجودة، صور الشهداء في المخيم، كنا نشوف حتى الملصقات اللي فيها الكوفية والبندقية، يعني كان هذا بمثابة تعبئة لأننا كفلسطينيين حتى نتعرف على فلسطين أكثر ونكون أكثر قرب لفلسطين. قديش ممكن اليوم الفن التشكيلي يوثق ويحفظ كثير من مفردات الثقافة الفلسطينية والتراث الفلسطيني مع محاولات كثيرة لطمس هي الثقافة؟ أكيد. هلأ شوف أحكي لك شغلة، يمكن كيان الصهيوني هلأ عم يستخدم كثير من تراثنا، عاداتنا من تقاليدنا، صحيح، وفي كثير اشياء وما بقدر اذكرها هلا لانه الوقت يمكن ما رح يسعفنا. نعم. بس معروف انه كيان الصهيوني عم يسرق حتى تراثنا الفلسطيني واكلاتنا الفلسطينيه بده ينسبها له. نعم. هلا هذا الموضوع قديش احنا كفنانين تشكيليين مو قادرين، او قديش ممكن نتمسك بهذا الموضوع وقديش لازم نحافظ على هذا التراث. يعني انا بشوف الاغلبيه العظمى من الفنانين التشكيليين اعتمدوا ووثقوا التراث الفلسطيني ووثقوا الثوب الفلسطيني والجمباز، وحتى في الحياة اليومية للفلسطيني اللي كانت قديش كان الفلاح يطلع على أرضه، قديش وحتى الأعراس الفلسطينية اللي حتى كانت اللهجة موجودة. اليوم نحن يعني حابينك تحكي باللهجة الفلسطينية طبعا. هل احنا إذا بدنا اللهجة حتى إذا بدنا نتخلى عنها كثير مصيبة، لأنه هذا الكيان يعني عم يحاول يسرق كل شيء، صحيح، واحنا شايفينه سرق ارضنا وسرق بده يسرق تراثنا، وحتى يمكن في يوم من الايام يحاول يسرق لهجتنا. اليوم مسؤوليتكم كثير كبيره كفنانين كاعلام ككتاب، عم نشوف بعض اللوحات لحضرتك على الشاشه، اليوم عم يتميز المشروع الخاص بحضرتك بالوان مختلفه، اليوم خبرنا اليوم شو الجديد ضمن هي اللوحات، يعني اليوم عم نشوف الوان قد ايه حلو، اليوم ممكن يكون متعلق بالامل؟ ايه طبعا. هلا في شغله لكي انا بالنسبه لي شخصيا كفنان تشكيلي دائما بحط في شيء له علاقه بالامل، صح في عندنا كثير معاناه، صحيح عم نعانيها، في كثير شهداء عم يكون، بس بنفس الوقت انا لازم اكون عم مصنع الامل في لوحتي. يعني انا شفنا، يعني انا عند اشتغلت عده مراحل من خلال مسيرتي الفنيه من 87 لحد هلا، أكثر من مرحلة وأكثر من أسلوب وأكثر من تكنيك اشتغل لحد ما وصلت للمرحلة اللي هلأ شايفينها. يعني قديش أثر هذا الموضوع على علي جروان؟ كثير أثر، وخصوصا هلأ احنا في معركة طوفان الأقصى. يعني أنا كابن مخيم أكيد فرحت كثير للي عم يصير، المقاومين والفدائيين اللي عم يحاولوا يسطروا اليوم أروع ملاحم البطولة
وهذا الشيء ما كنا نشوفه زمان بهذا الأسلوب وبهاي التقنية وبهذا القوة والإرادة اللي عندهم. يعني أنا باليوم ستة يوم 7 تشرين باعتقادي أنه هذا إحنا عم نسطر تاريخ جديد، عم نكتب تاريخ يعني لازم نضل نذكره حتى لأجيالنا القادمة. بصراحة أكثر يعني أنا كابن مخيم ومخيم دنون بنفس اليوم لما سمعت عن طوفان الأقصى وشفنا قديش المقاومة عم تنتصر وعم تسطر هاي البطولات، أخذت ألواني، أخذت أغراضي، أخذت هذا، طلعت على جدار في المخيم ورسمت جدار 5 متر ب3 متر عن معركة طوفان الأقصى. فورا رحت للإسقاط طبعا الفني. لأنه هذا الإشي في إشي بحركك من الداخل. صحيح. احنا شو ممكن نعمل كفنانين؟ اليوم قضية واحدة استاذ علي، احنا تربينا على القضية الفلسطينية والشعارات اللي كنا نحفظها من خلال كنا طلاب يعني اليوم. أكيد. فبنتمنى اليوم هي الشعارات تتحقق بطوفان الأقصى. اكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك عضو الهيئة الإدارية في الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع سوريا، وايضا مسؤول الثقافة والإعلام ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في مخيم دنون. خلينا نحكي اليوم، هل عم يكون في تحضير لشيء معين بالفترة القادمة لحتى ندعم أكثر المقاومة الفلسطينية ونوثق انتصاراتها؟ هلا شوفي، احنا بالعادة كاتحاد فنانين تشكيليين فلسطينيين في سوريا أكيد الداعم لنا يعني أكيد وزارة الثقافة السورية، وزارة الثقافة في سوريا داعم أساسي لنا طبعا، ومعارضنا كلها اللي عم نساويها من معرض يوم الأرض المعرض السنوي لأنه حتى في كثير معارض فرعية إحنا عم نشتغلها. هلأ في هاي المرحلة إن شاء الله إحنا من مبارح بلشنا التحضيرات لأنه نشتغل ورشات رسم بتخص طوفان الأقصى، وأكيد إن شاء الله راح يكون في عندنا مشاريع كثيرة لحتى نثبت هذا الموضوع ويكون على الأقل محاولة منا كفنانين تشكيليين أنه نكون بقدر الإشي اللي عم يكون في فلسطين. يعني اليوم احنا مثلا قديش احنا لازم نكون مع حضون، يعني انا متاكد تماما صح انه احنا كفنانين تشكيليين ممكن نكون عم نعبر بالريشه عن هذا الموضوع، عم بنعبر بالالوان، عم نعبر، بس اكيد مش رح نكون بقدر اللي عم يقدم دمه وعم يستشهد من اجل قضيته ومن اجل ارضه. احنا عم نحاول نجسد هاي الحاله اللي موجوده لحتى في يوم من الايام التاريخ يذكرها، لحتى تكون أجيالنا القادمة تشوف هاي أعمالنا وتشوف التاريخ وتشوف شو كان شو صار بسبعة تشرين. أكيد أستاذ علي، اليوم كل حدا من مكانه بالسلاح اللي بيمتلكهم، كان بالريشن، كان بالقلم، كان إعلاميا، اليوم هيك بسؤال أخير، حضرتكم اليوم مسؤولين عن جيل بحاجة لتوثيق، بحاجة اليوم اللي هذا الجيل يكبر ويشوف أنه بالطوفان الأقصى عدد الشهداء، المراحل اللي مرق فيها الطوفان. اليوم كيف بتكون تشتغلوا على هاي النقطة لترسيد وتوثيق هدول التفاصيل؟ هلأ شوفي، احنا دائما كنا نشتغل بصراحة، يعني كنا نشتغل على الأطفال، يعني في عندنا أكثر من ورشة كانت ورشات رسم للأطفال، وأكيد كانت تكون أغلب الورشات هي عن القضية الفلسطينية. فاليوم احنا دورنا كفنانين تشكيليين مع الأطفال قديش ممكن احنا نعرفن على قضيتنا الفلسطينية، قديش نعرفن على الشهداء وعدد الشهداء اللي ارتقوا اليوم بطوفان الأقصى، وقديش حتى المدنيين اللي ارتقوا بالقصف الهمجي اللي كان من قبل الأمريكان، أنا بعتبره اليوم مش بس من الكيان هذا الكيان الغاصب. يعني قديش احنا لازم نشتغل مع الأطفال، أكيد رح نشتغل مع الأطفال، ورح يكون في عندنا كثير أشياء ممكن نشتغلها مع الأطفال ونعرفن على قضيتنا أكثر ونعرفن شو صار بسبعة تشرين. هاي مسؤولية أنتوا حتكونوا قد أستاذ علي، حضرتك وكل الفنانين والكتاب العرب الفلسطينيين، تحية لكم ولكل شيء عم تقدموا، تحية لأرواحكم الصابرة، يعني شكرا لك وشكرا لحضورك اليوم. شكرا لك أستاذ علي ولدوركم الكبير كفنانين تشكيليين بدعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية. شكرا لكم شكرا للأخبارية السورية. اليوم احنا عم نشوفها أكيد يعني بهاي الفترة أكيد عم جهد مضاعف من أجل قضيتنا الفلسطينية، وشكرا لكم على استضافتكم.